وضيف الحلقة الفنان الكبير إسماعيل ياسين. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. هنا القاهرة. اخترت لكم برنامج يعده ويقدمه علي فايق زغلول. السلام عليكم. ايه انا مسحوب من لساني كده ليه؟ مش تقدمني الاول؟ لا مفيش داعي بقى، لان كل المستمعين خلاص عرفوا مين ضيف النهارده. لكن اللي ما يعرفوهش ان حياه الفنان الضاحك اسماعيل ياسين لم تكن ضاحكه ابدا، وقلائل اللي يعرفوا انه بدا حياته مطرب. لكن ليه هجر الغناء الى عالم الفكاهه؟ فدي لها قصه طريفه كانت سببها أغنية من أغاني عبد الوهاب، ودي بعض الذكريات اللي هنسمعها النهاردة من إسماعيل ياسين. والله لو سمحت يا أستاذ إسماعيل، إيه الأغاني اللي لما بتسمعها بتثير في نفسك ذكريات عزيزة؟ أقول لك يا سيدي، في أغنية بتعجبني للمرحومة أسمهان، طبعا مش عشان صوت أسمهان، أسمهان صوتها جميل، بس في حاجة في الوسط تملي بعتز بإني أنا تملي أسمعها وأحب أسمعها. هي إيه يا ترى؟ هي إمتى هتعرف إمتى؟ دي الأغنية اللي أنت بتحب تسمعها. لكن ما قلتليش إيه اللي عجبك فيها؟ بالضبط إيه المناسبة اللي بتذكرك بيها؟ المرحوم بشارة وكيم. لأن المرحوم بشارة وكيم من أئمة الكوميديان في مصر الله يرحمه. هو المرحوم بشارة وكيم يعني صوته جاي في الأغنية ديت. بيقول شو يا بي ما بعرف شو حاجات. يعني من إنما دي يعني بتجعلني تملي باستمرار أفكر في هذا الرجل. الرجل ده من أئمة الكوميديان وعظيم في فنه، بس يعني هو اللي لفت جميع مخرج السينما لإسماعيل ياسين. ازاي؟ اقول لك، كنا بنشتغل في فيلم اسمه مش عارف ايه اللي فيه اسمه اللهم صل على النبي، صاحب بالين. صاحب بالين. وكان بيمثل حتة درام هو، وكنت انا مفروض اخش اخد البطلة واشيلها واحطها في عربية واخرج بيها. كان هو بيمثل موقف في منتهى التأثر، وبعدين اول ما شافني داخل وداخل بعرج وبزك قام وقف وقال ستوب. قام رد عليه المخرج اللي هو الاستاذ عباس كامل، قال له ليه؟ قال له لا يمكن اسماعيل ياسين يخش وانا بعمل درام. قال له ليه؟ قال له علشان هيضحك. قال له طب ومالك ومال اسماعيل ياسين؟ قال له لا، ده راجل كوميديان ووشه يصلح في انه يكون كوميديان، وعشان كده انا لا يمكن اخليه علشان يخش. وحصل مناقشه كبيره قوي عليها، ترتب ان جميع المخرجين نظروا لي على اني كوميديان، وطلعت فيها وديني قدامك اهو. يعني انت كل ما تسمع الاغنية دي بتفكرني بسبب من اسباب سعادتي ومجدي اللي انت فيها دلوقتي. الحمد لله. يعني الاستاذ بشارة وكين كان هو السبب الاساسي طبعا. يعني لولا الاستاذ بشارة تشبث بعدم دخولي، يجوز كنت تعبت اكتر من كده حتى اصل لما وصلت اليه دلوقتي. طب انا هسمعك الاغنية وارجو ان احنا نستأنف حديثنا بعدها ان شاء الله. انت حتعرف انت
اني بحبك انت، انت هتعرف اني بحبك انت 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 هتعرف انت انت هتعرف. تمام الكلام إليك يا جارة. حضرتك بتكلمني؟ نعم. لا غلطان يا بيي، عم بقوش بحكي مع حالي. بنا جيت فاتك واتمنى اشوفك، لا يوم عطفت عليا ولا انت سائل فيا، لا يوم عطفت عليا ولا انت سائل فيا، وتزود همي اللي غرامك في خيالي، اللي غرامك في خيالي وفي روحي ودمي. انت حتعرف انت اني بحبك انت، انت حتعرف اني بحبك انت 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 حتعرف انت انت حتعرف. اخي ديكلاراسيون الغرام هيدي الك. انا مش فاهم بتقولي. انت ما بتفهم شي، انا فهمان. ايه فهمان فهمان. انا حبك في قلبي، حبك فضلت اخبي حبك في قلبي، واشرح لك واشرح لك حبي لا يكون فؤادك مشغالي، وتعذب وتعذب قلبي ياللي غرامك في خيالي، ياللي غرامك في خيالي وفي روحي ودمي. امتى حتعرف انت اني بحبك انت، انت حتعرف اني بحبك انت 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 حتعرف انت انت حتعرف.
انت قلت لي يا استاذ اسماعيل ان الاستاذ بشاره يعني كان سبب سعادتك. ايوه. ومساله السعاده ديت تجرني اني اسالك عن ان الفنان بيصادف في حياته لحظات شقاء ولحظات سعاده. فيا ترى ايه لحظات الشقاء اللي مرت في حياتك؟ اذا كان على الشقاء فانا يا استاذ مضلع شقاء. ازاي؟ احكي لي بعض. اول يعني مثلا ما ابتديت مثلا حياتي الفنيه يعني عدوك على الجرال ما بين بقيت انام في جوامع، ومرة سكنت في أوضة في شارع في حارة السيدة زينب نمرة 13 وما عنديش عفش وما فيش فرش وما فيش مصيبة سودة أنام فيه، أعمل إيه أسوي إيه؟ بقيت كل يوم أشتري الإهرام وأنام عليه وأتغطى بالبلاغ بالليل. فكانت على يعني في الحقيقة مثلا كنت مرة شفت قطة وأنا كنت جعان وكانت ماسكة سمكة وجريت وراها وخدت منها السمكة وتعضيت وكلتها. بجد وصل شقائك للمستدريس؟ أمال أمال يعني هو الشقاء؟ الشقاء يعني أنه بس نام في أوضة؟ لا يا أستاذ، الشقاء شقاء ولو كلك مخالبه ولا مخالبه ولا مخالبه زي ما تعجبك. أنا والله عجباني الثلاثة فاختار لك واحدة منهم. طب أنت الأستاذ بشارة وجهك ناحية الكوميدي وتمثيل الكوميدي، إيه الخط اللي أنت كنت عايز تبتديه لحياتك قبل التوجيه ده؟ والله كنت عاوز اشتغل مطرب لان عبد الوهاب ده سبب مصيرتي. ازاي؟ كان بيغني بقى الاغاني بقى الجميله بتاعته اللي في الاول دي، والحسدوني ومش حسدوني وبتاع، وبعدين انا كنت انا من مدينه السويس وغويت المغنى، وبقت في واحد اسمه حسن صالح ده راجل قاعد يقول لي يا سلام على صوتك، انت صوتك معرفش ايه نيلني بستين نيله، وضحك على عقلي. قمت جيت هنا عشان اشتغل مطرب. فجيت انا عشان اشتغل مطرب بقى، تقريبا كان المعهد مقفول بتاع الموسيقى، والفلوس اللي انا هربت بيها من السويس خلصت، ومش عارف اعمل ايه ولا اسوي ايه، وابويا كمان كان في حاله مش كويسه يعني تسمح له في لتربيتي وظروفه، ظروف يعني ما يعني ما فيش داعي عشان الواحد يقولها لانها ظروف مؤلمه. طب ايه اللي ما خلكش يعني تتم يعني طريقك كمطرب؟ لقيت نفسي فاشل. طلعت مطرب فاشل. فاشل بحرح. طب اذا كنت زي ما بتقول كده كنت مطرب فاشل، فيا ترى ما صدفكش من الجمهور موقف محرج اثناء انك انت بتحاول انك تبقى مطرب؟ جمهور ايه يا استاذ؟ وانا لحقت اطلع على جمهور عشان اغني مطرب؟ انا بس يعني عاوزك تدور لي غنوه يا لوعيتي يا شقايه. اشمعنى الاغنيه؟ علشان ليها مناسبه جميله. اعرف مناسبتها ودورها. اقول لك والله عزموني في فرح، فروحت عشان اغني في الفرح ده، ورحت جايب واحد عواد اسمه احمد يوسف، هو دلوقتي بيضرب كمان جاي يسموه احمد الجوكر، ما اعرفش، ولد لطيف قوي. ده خدني ده برضه له حادثه مره، خدني بيتني عنده في البيت وكنت مش لاقي حته بات فيها، جا جوز اخته رائع وحته على وكنت انا السبب يعني من المناسبات برضه السخيفه قوي اللي حصلت. انما لوعيتي دي بقى حفظتها انا حامي نفسي عاوز احفظها عشان بقلد عبد الوهاب. ويا استاذ رحت قاعد كده ومتنحنح ومسك العود احمد يوسف، ورحت قايل يا لوعيتي، قالوا الام بقى في فرح طويله لوعيتي طاق واحد فقعنا قلم. ده سبب توسيع بقى يا استاذ والله. طب انا هسمعك الاغنيه ديت وبعد ما نسمعها تقول لي دور بقك في حياتك. Thank you.
تسمعين قل لي بقى يعني ظروف بقك في حياتك الفنية امتى بديت تكتشف يعني بقك كوسيلة من اضحاك الجماهير وكان ظروفه ايه؟ والله ظروفه ما فيش ظروف يعني انت لما تبص بقك قد انت راجل نظرك ستة على ستة ولو انه مش معقول يعني الا انه قدامك يعني بذمتك في شلاطين في يعني كبير بالعكس انما دي صناعة يعني تشغيل البق ده صناعة انا بقي مش كبير
انا معرفيني معرفش انا معرفش سكرني بقى بقى يعني هو مقاس 43 44 تقريبا يعني السينما بيطلع شبرين كده ده من المكياج المكياج وشطارك شطارتي يعني كفنان في يعني في صناعة تشغيل بقى. هي الحكاية كلها ان في واحد اسمه حسني الخولي كتب لي مونولوج وقال ليه بتعيب الناس على بقي وليه بتقول اما علي بق استغربت انا بقي قال ده انت بقك ده انت معرفش ايه وبعدين قلت قول وانا ورايا ايه قلت نجح بصيت لقيت في السينما في فيلم فريد الأطرش بتاع عفريت هانم سموني بقه طب مفيش اغاني تانية بتثير ذكرياتك غير الاغنيتين اللي انت طلبتهم فيه زي بس يعني يعني لها ذكرى الا انها يعني مش ذكرى قويه يعني مناسبه زي المناسبات دي لانها لطيفه او انا احب اسمعها تملي اللي هي اللي يحب الجمال بتاعت عبد الوهاب برضه طب استاذ عبد الوهاب انا هسمعها لك وبعدين تقول لي ايه الذكرى او المناسبه اللي بتثيرها في نفسك الاغنيه ديت يسمح بروحه وماله اللي يحب الجمال يسمح بروحه وماله Yeah.
احلام بروح الصحراء دعنت ايد الايام يلي ما دوت الغرا من العيون السلامة اسلام بروح الصحراء دعنت ايد وسحبت امشي فيها من بابل السحر بائي من بابل السحر قول لي بقى يا استاذ اسماعيل ايه الذكريات اللي بتصيرها في نفسك الاغنيه ديت؟ اقول لك يا سيدي، كنت ساكن في بيت في حاره الفرقاني او الفرقاني نمره واحد، فكان في الوقت ده انا كنت ساكن في اوضه على السطح، وكان في راجل متزوج واحده ست يعني شبهي، يعني مش جميله قوي، الا انها باستمرار كان وقتها طالعه الاسطوانه دي بتاعت اللي يحب الجمال، وكانوا باستمرار يدوروها، وانا كنت بقى الدلعادي جايب عود شاري عود بخمسة وعشرين قرش، عود بتاع مطربين بخمسة وعشرين قرش. ما زمان يا اخي استاذ، ايامنا كانت الايام رخيصة يا ابني، هو احنا فينا نفس يا ابني؟ الله يكبر بخاصك. النهاية كنت اتملي اسمع الغنوة دي، فكنت اعشقها جدا. دي مناسبة يعني من ايام الليس ميزرابلز اللي هي البؤساء. طب متشكر يا استاذ اسماعيل، سلام عليكم. كانت هذه الحلقة أيها السادة مع الفنان الضاحك إسماعيل ياسين، وإلى أن نلتقي معا في الحلقة القادمة من هذا البرنامج أرجو لكم أطيب الأوقات. استمعتم إلى حلقة في برنامج اخترت لكم، اخترت لكم يعده ويقدمه علي فايق زغلول. من زمن فات.